صافي معاول الحنة، تبارك الله عليكم، تبارك الله على اختي نجات، ونهار كبير هذا، مرحبا بك. اختي نجات الكازاويه اللي ما كيعرفش، اختي نجات ساكنه في كازا وعندها حتى هي قناه نجات الازرق. مرحبا باختي نجات، نهار كبير هذا، كيف خليت وليداتك؟ لاباس عليهم؟ سي سعيد لاباس عليه؟ طول عمرك الحمد لله. الحمد لله. من تجمعت مع الحباب وتجمعت مع الخوت وتجمعت في هذا النهار الزوين، غادي غادي نفرحوا، غادي يحني ليا ان شاء الله يا ربي، غادي نحني مع ويصال ومع الراضيه. هي الشرف كبير، وشكرا لك بزاف بزاف، وكنشكر المتتبعين بزاف. بعد السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير، متتبعين ديال اختي ويصال وديال خويا علي. شكرا لكم على الدعم ديالكم اللي كتدعموهم، ورحب بهم، استحقوا، رحب بهم اختي عندك في القناه. تعاود لي يدخل عندك، عندي في القناه نجات الازرق. مرحبا والف مرحبا، انا غنحطها لكم في اول كومونتير اللي عند القناه ديالها ان شاء الله، وضغطوا على اللين وعاد دخلوا لي عندنا نيشان. بارك الله فيك، مرحبا والف مرحبا، الى خطيك الخير. لاله ويصال، اهلا وسهلا، لاباس عليك؟ بخير مزيان، كبان لينا شطاني فرحان، نعاد عمل الاول حنه. يا وليدي ومحضرين راسكم، نتمنى من الله تكونوا كملكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في الفيديو هذا، دابا ان شاء الله عاد جاي اميمه ديالنا اللي عاد نقش لنا. انا صراحه نقش دي وجهي ها واحد ويصال اخر بحال ورده بنت اختي عاوتاني. عملتي الحنه انت ولا بقى؟ بقى يلا زيد، عاود زيدوا الحبايب، زيدوا الحبايب، زيدوا العريصه ديال المستقبل، زيدوا 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 عاهم عاهم عاهم. سير لين، سير حدا عمتك نجات، يلا سير سير عاهم الحبايب العريصه ديال المستقبل. شوفوا تبارك الله، شوف عنا رانيا، عنا ويصال، شوفوا تبارك الله على العريصه ديال المستقبل. زيدوا عليهم سكينه عاوتاني، خديجه معاكم، فاطمه المرض الاخ ديالي معاكم، مرض خي حبيبه عاوتاني، المرض الاخ ديالي. تبارك الله، العائله كاملين مجموعين هنا، كلشي نشط وفرحان. واش سي دابا ملي كاين ما كاين لك ما بلا ضبابه كتهنوني؟ ملي ما كيكون القضيه في هذيك الضبابه يا لطيف، بسم الله الرحمن الرحيم. كل فيديو مكفر. المهم عالي الراديه خرجت عليه بالضبابه، شحال عملي الضبابه ماشي بزاف، شحال عملي وليله يزيدك كثر. وكنت نبات ليله كامله مع هذيك الضبابه. وتشوف الفكره ما طاحتش نعمل لك ماما من الاول. أسيدي تبارك الله عليكم، من جيتو منورين، الله يحفظكم من العين، منورين، الله يحفظك يا ودي. لا ويصال تبارك الله، هاك 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 يا وليدي، وتبارك الله ما نساوش تختي احسن عود عبر الكواليس. زيد 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 انت زيد 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 ويا شوف هادشي كامل عملوهم. قال لك اسيدي هم الله انتم يلاه المره كامل لا لا دوتم درد ويما وخسره زمان يما هاد العروسه دابا يلاه انتم. انا ملي من العشاء وما خدامين محيحين اختي. شوف مبروك على بنتك اول حاجه، مبروك على وجدان، واي وكاملين غيكونوا كيباركوا لك دابا، يقولوا لك مبروك على وجدان، الله يبارك فيهم كاملين، كمل الفرحه ان شاء الله بالصحه، الله يطول في عمرهم كاملين، كيبارك لي كامل. وان شاء الله كنباركوا كاملين الوجدان ان شاء الله بالرفاهيه والبنين، وتكون عندها واحد الحياه مع الزوج ديالها سعيده ان شاء الله، والله يكمل عليهم وهذا الشيء اللي كاين، الله يكمل عليك يا وجدان. انتم كتسمعوها كتقول امين فرحانه مطرفه بالقنت. هذه هي العروسه معاكم، هذه هي الحنه العروسه كما كتشوفوا. شنو كتقول للبنات اللي مقبلين على الزواج واللي باقيين ما تزوجوش يا وجدان؟ السلام عليكم خوتنا المشاهدين، كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده ان شاء الله يا ربي. المهم بغيت نقول للبنات الله يسهل عليكم، واللي في نيته شي حاجه يا ربي حقها ليه، والله يعطيكم شي ساعد ان شاء الله، احسن من وجهكم ان شاء الله يا ربي باذن الله، والذريه الصالحه. وشكرا بزاف بزاف، والله اللي خطيكم، وكنشكر حبيبي من قلبي، الله يطول لك في عمرك ويخليك لوليداتك يا ربي. امين يا رب العالمين، شكرا بزاف، امين وصافي، شكرا بزاف. دابا شكون غيبدا فيكم هو الاول؟ ها؟ ولا والله لك، والله الا من اللوم على شي بدينا بانت لي بحالي مدوخه، ما نعشتش البارح تقلبت عليا البلاصه، دابا فيا النعاس.
إذا عاد بدا أنت الأولى باش عاد الحين أنت الأولى باش دسلات. أنا اللي غادي نسبق فيا النعاس، خصني أنا نسبق الأولى ونحني باش ننعس. ودي بصراحه بلا تشوف صافي صافي خليوها هذه صافي سبقوها هي الاولى وشكون الثاني وي صال اللي فيه نعس يسبق انا ما قصرتش اللي فيه نعس يسبق شوف دابا اللي ما يبقاش سهران سبقوه واللي ما فيهش النعاس اللي فيه النعاس يسبق هو الاول ولا زبيت انا فيه النعاس فهمت انت وراضي بصمنا سوقش غادي يجي سكينه غتحني انا ماشي لعيبه عاوتاني رانيا تاهي معوله ياك رانيا كاملين هاك صافي كاملين شوف را شوفوا راه دابا اللي غيحني كاملكم حنيو على حساب ويصال ما تعقلوش عليه حني وخليوه تخلص شوف شوف راه ويصال كريمه واخا نقول لكم راه كل واحد يخلص على راسه هاكا تقول ما تثقوش بيا انا ما خلصت على حدا مولاي اللي عنده شي درهم جيبو جبدو انا خلصت على نيشان الكلام جاز ما عندك ما عندك صافي لا صافي انا حكمت دابا ما كاينش شي ودي الزوبي ما عطاتني شي باش نخلص عطيني شي حاجه باش نخلص عقل لي عطيني شي حاجه باش نخلص المهم حني واخوتي الحبايب واخاكم معايا خلص يا ودا ما هضرتي ودا ما غير هضرتي كيف جيتك؟ ماشي خلص صافي صافي خلص بالقمل عطيني شي تعشيق على هالكلام اللي يلا يلا الصلاة والسلام الصلاة والسلام بارك الله عليكم الصراحة صراحة افتقدنا لواحد زغريته اللي عرفتوها شكون هي ابنة ها عرفتها عرفتها عليها والله انا صراحة افتقد كنحيوها من هذا المنبر افتقدنا لها الصراحة كنحيو المرض الأخ ديالي من الصخاية منها تبارك الله عليها عندها واحد زغريتة خطيرة أحسن زغريتة في العائلة كاملة زغريتة تبارك الله بجوج تبارك الله عليها بالزغرية التقليدية وعهدة عسير عسير أختي عهدة الله سلمة في عظم زغريتة ملوية تقليدية تبارك الله عليها لا واعره والله تبارك الله تا واعره ما شاء الله عليها ايوا الكاميرا كتحرق سير اختي سير اختي عند مدا غير تستعر سير اختي سير داغيا سير حبيبو زيد حبيبو واش اجي حبيبو واش لا اجي 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 حشم شي اجي حبيبو ورينا الحنه زيد زيد جلس هاتين ارا شوفوا اي 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 على نادب الصحه والراحه او الصحه نادى الله 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 انا دابا اختي فاطمه عاود تبارك الله هي كتشوفوها عاود حتى هي الاخت دوجدان اللي دابا عندها الخطوبه نادى لاباس بخير شوفوا ولاد اختي تبارك الله حشوميين بزاف والعقال هذه وحشوميين مساكن واحد الحشمه ما كيقدروش يهضروا في الكاميرا وحنا العائله تبارك الله كاملين صراحه كيحشموا وكيشبروا واحد التوتر في الكاميرا ماشي هي كاملين الله يخلي الحشومه ما كاينش بحال الحشمه والوقار هذاك الشيء اللي كاين وحنا الحمد لله هكا مربيين في العائله الوالدين ديالنا كاملين ولا ولاد خوتي والعائله كاملين مربينا حتى على ديك الحشمه والوقار وهذا الشيء اللي كاين اقول لهم تسويقه حره النعس اللي هذوك هذو النعس
دابا انت نا اختي عقل لي دابا انت على الصور وتخبع شنو الشغل دابا الشغل اختي عزيزه سمعوا كذا هضره عام ورايا قالت لك كرات راسي بديك الكمامه نشوف راسي بديك الكمامه تبارك الله على ايوب محمد ايوب ولد اختي عزيزه راه معروف محمد ولد الاخ ديالي السلام عليكم كيف نتوما لاباس عليكم بخير مزيانين نتمنى الله تكونوا بالف خير واليوم النهار الكبير وجدان ان شاء الله عملت الحنة وغدا الخطوبه واستناو الفيديوهات الجديد ان شاء الله وما تنساوش واحد اللايك واشتراك كتبوا لنا كلمات زوينه بحالكم وكنشكركم بزاف وفعلوا الجرس باش تكونوا ديما من الاوائل اللي كتشاهدوا الفيديو تبارك الله على ايوب على اي واحد باقي ما تزوجش ولا كبر شويه في العمر وخصو يتزوج الله يسهل عليه ان شاء الله امين ان شاء الله يا رب العالمين محمد زير راسك الخطوه ديالك على حسابي صافي يلا يلا ها يلا اكثر من هذه الخطوبه مطقطق السلام عليكم على حسابي ولاتي واش عندها الخطوبه ولا دهاز شنو هي دهاز هو اللي فيه راه ماشي سوقه هو ملي بغى يتزوج يجي عندي يقول لي يا عمي انا غنتزوج ما فكرش ها صافي يلا انا خبره من دابا ها هو كيسمعني على السلي الله يفرج لك الرضا امين والله يعطيك الرضا والله يكون منك والله يعاونك صافي ان شاء الله يا رب العالمين ما يدبر المراه نمشي معاه ان شاء الله نخطبوا له كل شيء على حسابي ان شاء الله يا ربي انا ما علينا سيدي الا نكبروا بك وان شاء الله نقول لك شيء مزيان ان شاء الله أصوات الريح أصوات الريح تبارك الله عليكم الله يعطيكم الصحة وتحياتنا للأم ديالي اللي هي الزهرة اللي كنقولوا صوت الريح لا الزهرة والدة المليح فعلا لا الزهرة والدة المليح وتبارك الله على العائلة النقية ولاد ولادة تبارك الله 50 ولا 60 واحد تقريبا تبارك الله احنا كيف قال محمد عائلة تبارك الله كبيرة تبارك الله عائلة كبيرة والوالدة تبارك الله راه أولاد 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 بولادهم زوجين بولادهم تبارك الله ومازال عن في الحياة الله يطولنا في العمر والله يشافيك ويعافيك الوالدة إن شاء الله راه كتسمعني مسكينة عيانة واحد شوية نعسة في واحد الجم سمحوا لي ما نقدر لكمش نبين لكم راه عيانة واحد شوية كنطلبوا لها الشفاء العاجل إن شاء الله وداك الشيء اللي كنقولوا كامل في الأم قليل في حقها وهذا الشيء اللي كاين الله يخلي لكم تنتم الوالدين فوق راسكم كاملين إن شاء الله يا رب العالمين اي واحد عنده والديه وقف معاهم يتهلا فيهم راه الانسان ما الدنيا ما دايماش وما عرفش شحال باقي لهم في الحياه وهذاك الشيء اللي كاين وحنا معاكم ان شاء الله نحبسوا معاكم دابا حتى يبداو الحنا ونرجعوا معاكم الحباب يلا نعمل لكم واحد الصوره جماعه كاملين تعوضوا نعمل لكم واحد الصوره يا رسول الله الى زينة جا سيدنا محمد الله معاه الزال علي ان شاء الله يبدا خفيف في النقاش والله في النقاش قال المونتاج شحال هذه راضيه ما نقشت الحنه دا طويله باش نقشت الحنه انا مزيان الحنه مقوشه في العرس تحمد
راه سنين طويله من تما لي هنايا. سنين دابا. ايوا لي دابا باقي لحد الان حنا كنكونوا في دارنا مع وليداتنا لا بالنسبه للبنات ولا بالنسبه للرجال، ومره مره كنجيو كنجبروا عند هذيك الحويجين صوبت لنا شي حويجات ولا شريت لنا شي حويجات وكتفرحنا بهم. الله الوالدين ما تتعوضوش. هذا اللون خطرات الوالده المتتبعين انتم. جمعك الله تجمعك. انا بغيت الشيبي ومن جيت لقيت هذا اللوين كي جاكم خديت له هذا الشال هذا الفوق شال خديت له في هذا معاه جاكم اللون. اول مره غنلبس هذا اللون الصراحه. وجمعك الله. اول مره غادي نلبس هذا اللون. الوالده مسكينه حتى كانت الله فيها عاوتاني كنفرحوها مره بكضوات حتى هي كذا بغات تفرحنا كضرود الناس السلف. الله يطول. الوالده ما كترضاش تقول جيب لها شي حاجه. ومعك انا هدا نجيب لكم ثاني. العيادة ما تشري لا ما تحققش حتى داك الشيء اللي بغات معاك هي. الله يا ودي كانت باغا دير لي عين وعقدة. عين وعقدة هنايا بحال خوتي اخرين، ولكن انا قلت لها دير لي راه انت هكا خفيفة بحال هكا. انا اختاريت هذه خفيفة. صافي جات مزيانة. وكنشكرها بزاف الله يطول ليها في عمرها يا ربي. امين يا رب العالمين. بالصحة قلب 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 يداك نشوف. بالصحة والراحة. الصحة والراحة. دابا النوبة دويصال. يلا وجد راسك ويصال. شنو كذا اخترت من الزواقة؟ يلا. أميمة في الانتظار. تبارك الله على اختي أميمة. الصحة والراحة. الله يعطيك الصحة. جاتكم الحنة ديالي. أنا عملتها خفيفة. غادي عملتها تقيل زعما قوية باش تبقى لا عامرة. أنا عملتها خفيفة. مينا خفيفة مينا عملتها عامرة. حيتاش كاينه واحد المناسبه قريبه ان شاء الله يا ربي ما بغيتش الحنه تمشي لا ديك الشيء عملت الحنه قويه. بغيت ضرب عصفورين بحجر واحد. انا ما عرفتش حاجه. هبط يدك نشوفوها ويصال. انت قلتي غتخسر هذه. عجبتني شوف هذه جات خفيفه مزيونه عجبتني عملتها خفيفه. ولا جات دابا كتنقش دابا كتنقش ناجات. انا عملتها عامله وقتي. ايوا بصحه. دابا نمت ناجات عاود. شنو هذيك يا أميمة كتصنع على الرويضات ديك العرابة اللي كيجروها البهايم كتشبه لها والله الا كتشبه ديك العرابة القدامي اللي كيجروهم ديك البهايم ديك الأفلام والله العظيم بحالو تهلا لنا في نجاة أميمة تهلا فيها. الله يحفظك الله يدك يدك جيبوا لنا الفراشه شكرا لكم.